السلام عليكم. تمكنت العناصر الأمنية في ولاية تجلف في الساعة الأخيرة مدعمة بالعنصر النسوي من القبض على العديد من الأشخاص من بينهم 5 نساء حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للشرطة في ولاية تجلف على الفيسبوك. وقالت ذات المصادر أن شنت عملية مداهمة واسعة على مستوى حي مداحي الزبوج والذي يعد أحد أكبر بؤر الإجرام بمدينة تجلف. العملية أسفرت عن توقيف وتحويل 17 مشتبه فيهم من بينهم 5 نساء تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة لأجل قضايا إنشاء محل ممارسة الرذيلة وفساد الأخلاق والعياذ بالله.